الأندية 2013 2014 ونقطة ضوء برضه على الموقف الاقتصادي الحالي، وإحنا رايحين على فين؟ على جانب الإيرادات في سنة 13 14 جملة الإيرادات اللي تحققت 456 مليار جنيه. أنا جبها حوالي 76% من المستهلك. هذا مؤشر في منتهى الخطورة. ألا وهو أن مبادئ الأجور، الإنفاق على الأجور في عام 13 14 زاد عما كان عليه في 12 13 بحوالي 24%. يضاف على هذا أن بالمقارنة بعدد كبير جدا من الدول نسبة الهبوط للراتب المحلي في مصر تعتبر من أعلى النسب الموجودة في دول عديدة بالقارة. أهم محاور مؤتمر الصحفي اليوم كنا بنتحدث عن نتائج الموازنة العامة في العام المالي 2013-2014، وكنا بنتحدث أيضا على المشهد الاقتصادي في الوقت الحالي ونقاط القوة اللي موجودة فيه والمؤشرات المبكرة التي أداها هو استعادة الثقة في اقتصاد مصر من جانب، وأيضا التحديات التي تظل تواجهنا ولابد أن نتعامل معها بجدية شديدة لعلاج الفجوات التمويلية الموجودة في الاقتصاد ولزيادة معدلات النمو والتنمية لصالح المجتمع المصري. السبب في الوقف الذي حدث في الفوائد هو الانخفاض الملحوظ في معدلات العائد على اللزوم السندات من بعد 30 يونيو 2013 من جوه 67 مليار جنيه لاستثمارات العام المالي الجاري 14 15 حوالي 45 مليار جنيه مموله من الخزانه العامه. يعني من المنتظر ان يكون قطاع التشييد والبناء في مصر قطاع او قاطره لنمو اثناء العام المالي الجاري بجانب ما شهدناه من بدء تحسن بشكل مستقر ومستمر في قطاعات الصناعه التحويليه والاتصالات.